المحاكمة ديال اليوم عرفت أن المحكمة استجبت لنا طلب ديال استدعاء الشهود اليوم المصرحين ديال المحضر. جميع المصرحين اليوم مستخدمين في المكتب الوطني للسياكل الحديدية. كذلك استجبت لنا الطلب ديال الترجمة ديال الخبرة وتقارير الخبرة المدلة بها من طرف الدرك الملكي، وكلفت النيابة العامة باش أنها هي اللي تقوم بالترجمة هذه، وكذلك إحضار مترجم بخصوص مصرح المحضر الأجنبي كذلك باش أنه يترجم لنا خلال الجلسة. فهذه مجمل مراجع أمام المحكمة في جلسة اليوم، وأكيد أننا عاوتاني تقدمنا بطلب الصراح فهمتني، وكننتظروا أن الإجابة عليه في آخر الجلسة اليوم إن شاء الله. المحكمة اليوم خدت واحد جوج قرارات يعني كنعتبروها قرارات ممتازة. القرار الأول هو استدعاء جميع المصرحين او الشهود اللي حنا كنا التمسنا استدعاء ديالهم، فجميع التقنيين اللي كانوا صرحوا لدى الضابطه القضائيه فالمحكمه قررت استدعاء ديالهم. كذلك تقني شركه بومباردي حتى هو المحكمه قررت استدعاء دياله مع تكليف النيابه العامه بحكم انه اسباني جنسيه باحضار مترجم له. يعني هذه القرارات يعني نثمنها وكنشكروا المحكمه على هذه القرارات. القرار الثاني هو أن المحكمة كلفت النيابة العامة بترجمة جميع التقارير المدلى بها باللغة الفرنسية، وهذا كيثبت هو في نفس الاتجاه. وبالتالي فالمحكمة قررت تأخير الملف إلى جلسة 25 من أجل إنجاز هذا المطلوب. بخصوص الصراحة فالملف دخل التأمل لجلسة يومه. احنا كدفاع احنا كنأمنوا البراءة ديالو وجميع الملتمسات اللي تقدمنا بها، سواء من خلال استدعاء المصرح المحضر، سواء من طلبة الخبرة، سواء من طلبة الترجمة، هي كلها أمور كتصب أننا نوصلوا للبراءة، لأن قرارة البراءة الأصلية أنها كتلازم المتهم جميع أطوار المحاكمة. بصح احنا كنتشبتوا بالبراءة ديالو مقتنعين بها، وجميع الملتمسات ديالنا اللي تقدمنا بها في هذا الإطار باش أننا نوصلوا للبراءة ديال عربي الريش، وأنه يظهروا المسؤولين الآخرين اللي هما مخبيين لحد الساعة. احنا كدفاع احنا نؤمن ببراءة السي العربي الريش. هذا الإيمان نابع يعني من قناعة ديالنا وبالاطلاع ديالنا على الملف. بالفعل احنا يعني دائما كنقولوا بأن السي العربي الريش بريء، ولكن الملف مازال ما دخلناش في المناقشة ديالو، مازال مجموعة من الأمور التقنية اللي خصها توضح للمحكمة وتوضح يعني في قاعة المحكمة، وبالتالي احنا غادي ندليو بالدلو ديالنا، كذلك الأطراف كلها غادي تدلي بالدلو ديالها، والمحكمة الموقرة هي اللي غتفصل في هذا الملف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.